صباح الخير جوستينا، تأكل الفول المخشوب؟ والآن أيضا أحضر لها بيض. هنا بيض، جبن ناعم، ملح، فلفل أسود وأفوكادو. وأكلي. مرحبا أمي. مرحبا بكم. يوستينكا مرحبا. 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 شهية طيبة، صحة وعافية. طبعا خلعت قشرة من الفلفل. نعم 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 نعم. والآن سأقطع لكي لا يكون ساخنا. ما شاء الله. ليس لجوستينا صابر حتى يبرد هذا البيض. أعطيتها بعض الخبز مثل هذا، إنها تحبه جدا. هكذا أخذ الماء الدافي والمنديل وأغسل وجه ويدي جوستينا. جيش يا ياتشكو جيش. Смачно, правда, Жестинка? Ням-ням-ням. Ням-ням-ням. Чувствочка, ешь. Молодец, маленькая чуть. Иштарат умми микнаса джадида, машалла. ولكي تكون قوية يجب أن نغمسها في الماء المغلي مع الملح. أنا يكي بريود زموجوتي؟ حتى يبرد الماء، يعني تصبون الماء المغلي في الدلو وتضيفون الملح وتغمسون هذه المكنسة في الماء المغلي الساخن جدا حتى يبرد الماء، وهكذا ستصبح المكنسة أكثر قوة وستخدمكم لمدة أطول. شكرا أمي. جوستينا كريمة جدا، تعطي كاشا أكلها. جيش جوستيشكا جيش مالينكا جيش مويا زيرتشكا نجمتي. عصفورتي، بتاشتك، نيسا مانكا ييش. تريد أن تعطي طعامها لكاشا لكنني أعطيته. كالعادة نحن نرتب البيت كل يوم، ننظفه، لكن انت اذا كانت مثلا بيوت عنكبوت فيجب ان نزيلها بالمكنسة ايضا، وهكذا نكنس. جوستينا تزحف.
Justina, tu smazati ja mogu da se mi tako. وكذلك يوستينا ترمي بعض الأكل لأمور. يوستوشكا не давай йому, він уже ой боже, Юся всіх понагодувала. Юся, ну що тобі мама дивишу, він понагодувала сама доця. كذلك تأكل يوستينا عنب فينوغراد. كما تلاحظون أقطع حبة واحدة إلى نصفين. هذا العنب بدون النوى. إذا كان العنب عندكم بالنوى فيجب أن تزيلوه أيضا. وكذلك إذا كان الطفل أصغر أو يعني العنب أكبر فيمكن أن تقطعوا حبة واحدة إلى أربعة أجزاء وتزيلوا القشرة. إذا كان الطفل قبل عمر سنة واحدة هكذا, لأن هناك خطورة الاختناق إذا كانت الحبات مدورة. لا يمكن أن نعطي الأطفال أشياء مدورة ليأكلها. يجب أن نقطع نقطع, ويجب أن يكون تقديم الطعام آمن. سأغسل وسأقطع مزيدا. يجب أن نتزود بالفيتامينات. هنا من صديقتنا هالة. كذلك أعطيت يوستينا بعض الحرنكش. ما شاء الله أهديت إلى أمي هذه السوترة. كان لي, كيف نسمي هذا؟ ليست سوترة بل قميص بأكمام طويلة, ويعني لبستها أنا لكنني أهديتها إلى أمي. الآن أنا سأكل. كان فلفل مخشوب. أمي تقرأ أمي تعليمات لزراعة الخضروات في الشرفة, ليس في الهواء الطلق في المزرعة في حديقة الخضروات لدينا بالقرب من البيت, ولكن في الشتاء عندما يكون الطقس باردا يمكن أن نزرع الخضروات الصغيرة صغيرة في الشرفة في البيت داخل البيت. وانظروا الآن سنعرض عليكم ماذا لدينا. هذا يجب أن نزرع في شهر شباط. انظروا كل هذه الخضروات صغيرة الحجم. هنا أصدقائي طماطم أحمر صغير أصفر صغير, يعني انظروا يمكن أن نزرعها في الإناء الصغير في العلب في الجرار. انظروا ومكتوب هنا لكيمناتنوغو فيروشتشوفانيا للزراعة داخل الغرفة.
це в лютому, це ці три пачечки по сінім горщики, а це в четвер, а це пізніше, четвертого місяця, це квітен, так. Вагуна хияр, хияр сагир айден, داخل الغرفة يمكن النزرع في شهر نيسان أبريل. جميل. هنا مكتوب كل شيء. أها عندنا طماطم خيار وكذلك فلفل. هذا فلفل لكنه مدور وصغير. جميل جميل. يجب أن نشتري الجرار ونزرع في الوقت المناسب. خرجنا أخذنا سيارة لكي يوستينا تتمرن. هناك لها في الملعب مسافة أكبر لكي تتحرك وتقوي عضلات جسمها. إنها تحب الحركة والرقص والغناء. يوستينا متشوقة جدا، تتطلع إلى ركوب سيارتها. واو، هل تسمعون تغريد الطيور في الحديقة؟ تا أنت أحب إلى الاستماع إلى أصوات الطبيعة وأستنشق الهواء النقي والعليل، خاصة في الصباح أو في المساء. ثمار البلوط. بوزلي دال. ما شاء الله. يوستينا ستلعب. يوستينكا جولودي. بري جولودي. شابري. شاوز. أتينا، أمي ستجلس هناك. يستنكا كده كده جولودي، داي مني جولودي. Тримайся ручками. Thank you.
بابا Бабуси, махай бабуси, Юсточка. الموسيقى هنا. هاي هاي تنبود هاي. Thank you.
Може не хоче. Я з тьоні, я сядуся. Ну, Хадіру, виїжджаємо. Добрий день. Добрий день. Дякуємо. وهنا أبي آتا إنه يشعر بالمرض لديه زكام أو برد واو дякую це звідки Польща. Вау, гадія лі абі мін булянда. Кум-кум, вау, машалла, шукран джазілен лагу. Юстина, ту хибу. Холодець там, такий непоганий. Джубен. Хіба тепер у два часа. Дай вона Юстинка так. Машалла, кем хазігі щаджара джаміля. Щаджарат аль-батуля. رائعة ما واو دراجة نارية جميلة جدا مع ثلاث عجلات Кузя. Згадував я тебе всю дорогу, згадував. Тебе, по-моєму, був такий брусок прославлений. Юздочка. Юздя. Моя сі. Здравствуйте. Не кричи, звездочка. أمي كانت في المحل واشترت بعض الطعام للقطط المشردة. تزرزميلا بس بريتولنم. وبعض التوابل. جميل. Це дерев'яна вона? Дерев'яна? А з чого? А це спеціальна. Матеріал який, не знаєте? Каміння чи що? Та ні. Я тут, типу, не знаю. Робки що таке. І як ви його запалюєте? Мовчу, пічку, так, все. Ні, а туди кладете, так? Собака я. Так, потім сірником і воно... Кла. І давно ви оце курите? А як? Так курю. Курю я тоді люльк. Ні, ну з якого віку?
А, я погоден колю і погоду, а ти колю почи. Ні, ну, зі школи. Після армії, ні. А, після армії. Зрозуміло, бачите, завжди після армії життя змінюється. Ну, воно що таке є? Вже Андрій теж після армії почав курити. Ой. О, а ви тепер нове будете класти? А можна? О, є у вас? Ну, це дуже цікаво просто. Ми, знаєте, ми вже інше покоління, ми такого вже не бачили. Нічого страшного. Ой. Зараз дядько закладає нове. Дякуємо, до побачення. Юля, привіт. О, а де це ти такий виламала? В іншому селі? Клас, які кольори. Це ти мамі хочеш подарувати? Коли прийде. Смачного, мам. Смачного. Туфаха мін бустаніна. Сана кулюха аль-ан. Ням-ням-ням. Аль-ан са афтаху газіх муляббасат. من شركة أوكرانية مشهورة للحلويات روشن. ما شاء الله هنا عندنا جوز الهند واللوز شوكولاتة بيضاء وحليب وهنا شوكولاتة مرة وبيضاء وبندق كامل وكريمة. ما شاء الله الحلويات لذيذة لكنها غالية. لا نأكلها كثيرا. الآن سنلتقط صور من هذه الزهور، هذه النباتات، لأن أمي تريد أن تبيعها في الإنترنت. Машалла. Це як у народі тещин язик? Табан лі гадзіхі напта юджад ісмаїльмі, лякін фі шааб якулюна ядуру лісм інда шааб мухталів, вагува лісан ум завджа. لسان أم زوجة لأنها تقول كثيرا أشياء كثيرة ألسنة هذه الأوراق هي ألسنة لوالدة الزوجة تشن يزيك تشن يزيك يزيك لسان تشن يعني أم زوجة تسارسر كثيرا أو تناقش شيئا هكذا عند الشعب في الثقافة. الآن سنلتقط الصور وسننشرها في الإنترنت. الآن سنريكم هذا الإعلان. حان الوقت لتستريح وتنام يوستينا. نراكم في الفيديو القادم. مع السلامة.